مباشرة ننتقل بكم إلى زاوية من كنانة من صحيفة التيار، ونطالع فيها للدكتور النور حمد، جاءت بعنوان خواء المزايدات. يبتدر حمد زاويته بالقول: الظرف الذي يمر به السودان الآن ظرف لا يحتمل أو لا يحتمل المزايدات السياسية، فقد ورثت الفترة الانتقالية خزينة خاوية واقتصادا منهار تدور عجلته بعيدا عن عين الرقيب الحكومي. يضيف الكاتب: تنصلت حكومة الإنقاذ عن الصرف على جميع الخدمات الرئيسة كالصحة والتعليم وغيرها، وحولت موارد البلاد الرئيسة لجيوب منتسبيها وشركائهم في الداخل والخارج، فأصبح نهب هذه الموارد يجري بصورة يومية ويجري تصديرها إلى الخارج، ولا تتلقى خزينة الدولة شيئا من عوائد صادرها. ويرى الكاتب: وباختصار ورثت حكومة الفترة الانتقالية دولة منخورة من الداخل لا حول لها ولا قوة، ومع ذلك لم تمض سوى 6 أشهر حتى اجتاحت العالم جائحة كورونا التي أنهكت حتى اقتصادات الدول الصناعية الكبرى، ولم تمر أكثر من 6 أشهر أخرى حتى اجتاحت السيول والفيضانات البلاد وأحدث دمارا لا شبيه له فيما حوته الذاكرة الحية من كوارث الفيضانات. يزيد الكاتب: الشاهد أن وضع البلاد الحالي غريب في استثنائيته، ويحتاج الخروج منه مقاربات استثنائية وعقولا حرة نزيهة لا تزايد من أجل الكسب السياسي الرخيص، ولا تتاجر بمصير البلاد والعباد. يعتقد الكاتب: كل من يقول إن في وسع السودان الخروج من هذه المطب أو هذا المطب الخطير بقدراته الذاتية فهو إما شخص مزايد ولا يبالي، أو أنه غير مدرك لحجم الأزمة وخطرها. يقول الكاتب: لدينا فرصة لانتشال بلادنا من حفرة الوأد بتبادل ما لدينا من عناصر القوة بما لدى خاطب تعاوننا مما نحن بحاجة إليه، حاجة حياة أو موت في هذا المنعطف الحرج، وكل ما يتعين علينا في هذه اللحظة الفارقة بين فرصة البقاء وانهيار الدولة بالكلية هو الخروج من الاعتداء الزائف بالذات، ومن نزعة التحدي الصدامية الرعوية، ومن الانسياق وراء الشعارات. يختم حمد: هذا ما سوف يحفظ بلادنا ويخرجنا من سياسات المزايدات إلى نطاق الفعل في الواقع الذي لم نمارسه منذ الاستقلال، مهدرين طاقاتنا في المزايدات وفي تدبيج الخطاب السياسي المعلق في الهواء. لا مخرج من وضعنا الراهن الخانق إلا بعون أمريكي، وهو ما يقتضينا في اللحظة الراهنة شيئا من المرونة وحني الرأس للعاصفة وابتلاع الشعارات الفارغة، وهذا في تقديري ما سوف يحدث.